كيف تتعامل مع الانتقاد؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا في انتظار إجاباتكم وتفاعلاتكم. دلوقتي هنروح لمنة عشان والتي طبعا ليس مكان للنقد ولا للانتقاد أهمية عندها، لكن نروح لها عشان نعرف إجابتها وكمان تطمننا على أخبار المرور. صباح الخير عليك يا منة. صباح الخير يا شازي. صباح الخير يا هادي. تهلا مغلطش. صباح الخير عليك يا منة. يعني ده مين اللي قلبه ميت اللي يقدر يعمل حاجة زي كده؟ اتفضل يا منى. لا والله فكره الانتقاد دي لا، انا لا اقبل الانتقاد ولا اقبل النقد، لان انا اقبل النصيحه. انا كنت بقول في المقدمه ان يعني الستات كلها صعبه معاها شويه الموضوع. لا اصل مفيش مجال. انا مش بحب اصلا فكره ان واحد جاي من بيته ويحلل لي شخصيتي ويحلل لي تصرفاتي. مش جاي من شوف مش لازم جاي من بيته يا منى، يعني ممكن يكون مثلا قريب منك، ممكن يكون النصيحه صديق. تفرق خالص عن الانتقاد وتفرق خالص عن النقد، واسلوب توجيه الكلام بيفرق خالص. لما حد يقول لي ايه اللي انت لابساه ده، غير يا سلام لو لبستي جوب ثانيه مختلفه ولا بنطلون مختلف او البلوزه مش عارفه ايه، هتبقى مختلفه تماما. لو حد عايز يوجه لي نقد في شغلي او عايز يديني نصيحه في شغلي، بدل يقول الحلقه كانت سيئه جدا، يا سلام يا منى لو ظبطنا مش عارفه ايه، هتفرق تماما عن لم حد يهدمه في الكلام. انا لا اقبل الانتقاد، والشخص اللي بينتقد صراحه ده شخص انا بصنفه انه شخص شرير هدفه انه يهاجمني، وانا لا اسمح ان احد يهاجمني. واحنا برضو كنا متوقعين كده. من صباح الخير عليك. صباح الفل.